ان مرتضى منصور قعد يجيب اسامي الشيوخ امبارح بلا وعي، وهو لا يعرف قيمة هؤلاء الشيوخ الافاضل الاكارم المحترمين. فتحية للشيخ محمد بن زايد وكل حكام الامارات اللي احنا دايما بنشيلهم فوق دماغنا، لانهم قدمونا سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة وما قصروش معانا في اي موقف ايا كان. مش هيجي ماتش كورة فاز فيه الزمالك ومحدش أثر نهائيا يتطاول مرتضى منصور على ناس أفاضل في قناة أبو ظبي والعاملين في الإعلام في مؤسسة أبو ظبي الإعلامية. والعاملين في قناة أبو ظبي ومؤسستها الإعلامية. محمد سليم بيقول لي شفت طارق حامد بيشتم كهربا إزاي؟ شفت ده كله، ولكن الكارثة في مرتضى منصور. ما أنت لو أدبت مرتضى منصور الكل هيتقدم. أهو بص دي ده ملحق الرياضي لجريده الاتحاد التابعه لابو ظبي والتابعه لهيئه اعلام ابو ظبي. اهو بص حضرتك اهو جريده الاتحاد، شايف الغلاف؟ الغلاف احمد اهو. بدل ما تتكلم على ابو ظبي خد الواد عالجه، خد ولدك عالجه. بص على الواد شكله عامل ازاي، بص على الواد شكله عامل ازاي. بص اهو ربنا اللهم لا شماته، ربنا ما يوري حد يا اخي. خبيه في البيت اهو، اهو خبيه في البيت يا اخي اهو. شايف اهو، شايف شكله؟ خبيه في البيت عند امه، خبيه عند امه ما طلعهوش. بدل ما كده شكله يعر، شايف شكله؟ شكله يعر. وبعد كده ايه طالع بعد الماتش احمد مرتضى زيه زي ابوه زي اخوه، عايزين يسرقوا الفرح. ده طالع منفعل وراح طاير ويعمل لك كده والجاكت ومش عارف ايه. جمهور الزمالك زام عليها، جمهور الزمالك زام عليها. جمهور الزمالك هو اول جمهور زام عليها، تخيلوا. اه والله العظيم قالوا له في قمة فرحة جمهور الزمالك، في قمة فرحة جمهور الزمالك بالكاس زاموا عليها. لان لا مرتضى ولا عيال مرتضى ولا اهل مرتضى ولا اللي جابوا مرتضى يمثلوا حد مصري عشان خاطر المصريين يزعلوا على اللي قالوا مرتضى عن اخواننا في ابو ظبي، ولا يمثلوا الزمالك. دي مرحلة سودة من مراحل نادي الزمالك الادارية. في يوم من الايام هذه الحقبة هتترمي في الزبالة، هتترمي في الزبالة. اوعوا تفكروا ان مرتضى منصور بيفرح لفوز الزمالك، مرتضى منصور بيفرح لنفسه وشوية العيال اللي مأجرهم بلية الدلدول والاشكال الوسخة دي. دول بيتعاملوا معانا فرعون ودول خدامين وسيد فرعون. واللي قالوا بلية الدلدول امبارح يأكد اللي انا قلته لكم، بلية الدلدول وامثاله. لكن النهاردة تعال شوف فرحة الزملكاوية، تعال شوف فرحة الناس بالسوبر هنا في ابو ظبي، شوف فرحة الزملكاوية في مصر، شوف فرحة الزملكاوية في الامارات، شوف الملايين من الزملكاوية في كل مكان فرحانين وسعداء. فجأة راح طلع كان يسرق الفرح ويمشي وحده على السجادة ويخطف الكاس ويقعد يشتم في ده ويشتم في ده عشان الناس ما تتكلمش غير عليها. ويقول ايه امبارح؟ ويقول لك للواد بلية الدلدول احمد مرتضى يا يعقوب يا سعد اللي جاب الكاس، الكادر سايبه ورايح لمش عارف خالد الدرندلي المحترم. طب خالد الدرندلي محترم غصب عنك وعن اللي يشدد لك، وخالد الدرندلي الوحيد اللي حارب عليه لانه محترم وخلوق وابن ناس ومثال محترم للمصري اللي يرفع الراس قبل ما يكون الاهلاوي صاحب المبادئ اللي يشرف، صاحب المبادئ اللي يشرف. لكن قلة الأدب والتجاوز، فرقتك فايزة، ليه عملت ده كله وليه اتكلمت في ده كله؟ يا أخي أنا خدت عهد إن أنا ما اتكلمش عنك خالص، وزبلك ومالكش لازمة معايا. طول ما أنا في الإمارات قلت مش هتكلم عنك، ولكن بعد مكالمة امبارح الفضيحة وبعد شكل ولدك اللي ظهر بيه ده، أنتوا مش أنتوا لا تمثلون نادي الزمالك. أهو شايفين يا جماعة التنفيخ، التنفيخ من كتر اللي بياخده، التنفيخ